بسم الله الرحمن الرحيم، تكملة لما بدأنا به من حديث الأعداد، فهذا الجزء الثاني يتبع الجزء الثاني. كنا قد وضحنا كيفية إعراب الأعداد المفردة وكيفية إعراب الأعداد المركبة. اتفقنا أن من العددين 11 و12 دائما يطابق المعدول من حيث التذكير والتأنيث وفي الجزئين، ومن 13 إلى 19 دائما يخالف في الأول ويطابق في الثاني. وبالنسبة للإعراب دائما اتفقنا أن من 11 إلى 19 إعرابهم واحد باستثناء 12 لوحده. من 11 إلى 19 عدد مبني على فتح الجزئين في محل حسب موقعه. هنا كان عثر فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وعلى حرف جر، وهنا 15 عدد مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر. كرمنا 13 ناجحا، كرم فعل ماض مبني على السكون لاتصال نا المتكلمين، نا الفاعلين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إذا ماذا احتاجت الجملة؟ احتاجت مفعولا به، وبالتالي عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. ربما يسأل سائل ويقول يعني لما لم نعرب يعني ثلاثة هي المفعول به؟ لأن رقم 13 دائما نعربه متواصلا من 11 إلى 19 باستثناء 12، دائما عدد مبني على فتح جزئين في محل حسب موقعه. هنا في المزرعة 14 خروفا في حرف جر، والمزرعة اسم مجرور، وكما تعلمون وسبق أن أخذنا في الوحدة الأولى أن شبه الجملة من الجار والمجرور إذا تقدمت فهي في محل رفع خبر مقدم، فهذه خبر، إذن هذه شبه جملة في محل رفع خبر. طبعا ماذا احتاجت الجملة؟ احتاجت إلى مبتدأ. ربما يسأل سائل أستاذي لما فتحت التاء والراء هنا؟ لأنه مبني على فتح الجزئين. طب إعرابه عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع مبتدأ مؤخر، وطبعا خروفا تمييز، ناجحا تمييز، وصورة تمييز دائما. في المثال الخامس قرأت 17 صحيفة، طبعا من حيث التذكير والتأنيث قلنا هذه طابقت صحيفة لنا 15 بالمجموعة الثانية وسبعة خالفت. هلا قرأ فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، تاء المتكلم ضمير متصل كما تعلمون في محل رفع فاعل، احتاجت الجملة مفعولا به، احتاجت إلى مفعول به، وبالتالي 17 عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، وصحيفة طبعا تمييز منصوب. استقبلت أيضا نفس القضية، استقبل فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، و13 عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، وهاتفا دائما تمييز منصوب. دائما من 11 إلى 99 وليس إلى 19 فقط معدودها دائما تمييز منصوب، دائما يأتي مفردا يعني عدد واحد وتمييز. لاحظ أن صورة عددها واحد، ولاحظ أنها منصوبة، لاحظ أن ناجحا واحد ومنصوبة، لاحظ أن خروفا واحد ومنصوب، لاحظ أن صحيفة واحدة ومنصوبة، وهاتفا كذلك. انتبه إلى املأ الفراغ بالعدد المناسب. حفظته، أنا أريد أن أقول يعني رقم 16. هلا آية مؤنث، والسادس عشر يخالف في الأول ويطابق في الثاني، وبالتالي
أخالكم تقولون ستة عشرة آية. طبعا لا تنسى عزيزي الفتحة على التاء والتاء، يعني آخر الاسمين يجب أن يكون مفتوحا، السبب أنه مبني على فتح الجزئين، طبعا في محل نصب مفعول به هنا. قابل مدير الشركة، قابل فعل ومدير فاعل وهو مضاف والشركة مضاف إليه. موظف مذكر، وبالتالي يخالف في الأول ويطابق في الثاني 19، يخالف في الأول ويطابق في الثاني 19 موظفا، 19 موظفا. وطبعا إذا رأيت، دائما إذا رأيت الواو في الأعداد اعلم أنها حرف عطف، وتعطف دائما الأعداد على الأعداد، لا يجوز أن نعطف العدد على المعدود الذي قبله، يعني رقم 14 ومعطوف على رقم 19 وليس على كلمة موظف، هذا للعلم. إذن وموظفة يعني مؤنث، وبالتالي أربعة عشرة موظفة. علمت، هذه سهلة جدا يعني لا نريدها. نأتي إلى المثال الرابع، يقول علمت، كما تعلم أن علم فعل ماض مبني للمجهول، والماضي المبني للمجهول يحتاج نائب فاعل، يأخذ نائبا للفاعل ولا يأخذ فاعلا، بدلا من الفاعل يأخذ نائبا للفاعل، وبالتالي علم فعل ماض مبني للمجهول تاء تأنيث ساكنة. قاعدة طبعا مؤنث، وبالتالي هو يذكر في الأول ويؤنث في الثاني، إذن تصبح الجملة ثماني عشرة، ثمانية عشرة قاعدة. طبعا هنا كما تعلم أنها عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع نائب فاعل، لماذا؟ لأن علم مبني المجهول في الملعب في حرف جر والملعب اسم مجهول، وكما يعني أسلفت قبل قليل أن شبه الجملة إذا جاءت في بداية يعني الحديث أو بداية الجملة فهي في محل رفع خبر مقدم، إذن هذه خبر، خلاصة القول أن هذه شبه الجملة خبر. ماذا احتجنا؟ احتجنا إلى مبتدأ مؤخر. هنا طبعا كلمة لاعب مذكر، وبالتالي نأتي هنا نقول في الملعب سبعة عشر لاعبا، سبعة عشر لاعبا. لاحظ أنها مبنية على فتح الجزئين، عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع مبتدأ مؤخر. لو سأل سائل ما إعراب كلمة لاعبا، يعني لو سأل أحدكم ما إعراب كلمة لاعبا، لاعبا طبعا تمييز منصوب، أخالكم تقولون تمييز منصوب. طبعا هي لأنها من معدود الأعداد من 11 إلى 99 دائما تمييز منصوب. طيب آخر شيء وهو ما نود أن ننهي به يعني قضية الأعداد هو رقم 12. رقم 12 اتفقنا أنه يعرب على قسمين، رقم 2 دائما حسب موقعه من الجملة وهو ملحق بالمثنى، يعني يرفع بالألف ينصب ويجر بالياء، ورقم وعشرة أو عشر وهي جزء العدد مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. انتبه إلى أن رقم 12 دائما من حيث التذكير والتأنيث يطابق في الجزئين، يطابق في الجزئين، وهذا اتفقنا عليه سالفا يعني سابقا. مثلا هنا استنبطت بقول هلا قاعدة مؤنث، وبالتالي يجب أن يؤنث في الاثنين، وبنفس أو بالوقت نفسه يجب أن يكون مفعولا به. لماذا؟ لأن استنبط فعل والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل كما تعلمون. إذن استنبطت اثنتي عشرة، اثنتي عشرة قاعدة. لو أردنا إعراب هذه الجملة نعرب اثنتي لوحدها فهي مفعول به منصوب علامة نصبه، لاحظ أننا عربنا اثنتي
أو يعني اثنتي حسب موقع الجملة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى. وعشرة جزء العدد مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. السؤال بيطرح نفسه، كلمة قاعدة ما إعرابها؟ إعرابها هي تمييز منصوب. طيب قابل، لا نريد هنا قابل مدير الشركة أحد عشر موظفا، أحد عشر موظفا، وهذه يعني من ضمن المجموعة الأولى. وهنا ووضع لي حرف عطف، وضع لي حرف عطف، وبالتالي و وموظفة طبعا مؤنث، وبالتالي يجب أن يؤنث الاثنان، وبالتالي تصبح واثنتا عشرة موظفة، موظفة هنا تمييز منصوب. ما إعراب كلمة اثنتا؟ نعرب اثنتا لوحدها، وهي اسم معطوف، لا هي اثنتي، آسف هي اثنتي، اسم معطوف ومنصوب، ومعطوف طبعا على كلمة أحد عشرة، أحد عشرة لأنها مفعول به، وبالتالي هذه مفعول به وهذا معطوف عليه، إذا اثنتي مفعول به، اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، وعشرة جزء العدد لا محل له من الإعراب. أعزائي أحب يعني أحبتي الطلبة، أود أن أقول لكم أن الأعداد قسمت على مجموعتين، الأعداد المفردة وهي من واحد إلى عشرة كما رأيتم، أعربنا واحد واثنان، قسمنا واحد واثنان، وقسمنا من ثلاث إلى عشرة، وأيضا الأعداد المركبة قسمت على قسمين من حيث التذكير والتأنيث، أحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر لغاية التاسع عشر، هذا كان الجزء الثاني من حيث التذكير والتأنيث. اتفقنا أنها 11 و12 يطابق في الجزئين من حيث التذكير والتأنيث، من 13 إلى 19 دائما يخالف في الأول ويطابق في الثاني، أو كما تشاء يخالف في يعني البعيد ويطابق في القريب، ودائما معدود الأعداد من 11 إلى 99 دائما تمييز. ألخص لكم فقط المعدود، المعدود في 1 و2 دائما دائما حسب موقعهم من الجملة، من 3 إلى 10 دائما مضاف إليه مجهور، ويجب أن يكون جمعا، يجب أن يكون جمعا ومجهورا، من 11 إلى 99 يجب أن يكون مفردا، ويجب أن يكون منصوبا، ودائما يعرب تمييز منصوب. هذا وأبعث لكم رسالة حبي وامتناني على المتابعة، شكرا جزيلا.